وأختم هذا اللقاء بلطيفة مفيدة إنما أرويها من باب التأكيد على أهمية عناية طالب العلم مثل هذه المسائل التي قد لا تأتي إلا بين وقت ووقت آخر ويطول العهد بها، فإذا لم يستحضرها كيف يكون منها أداء هذه العبادات وشرح هذه المعاني وتوضيحها للناس؟ فأذكر أحد الأشخاص، والكلام هذا قديم، أخ ملتحي ومتدين لكن تخصصه في مجال الرياضيات أو شيء من العلوم الدنيا، لكنه متدين ظاهر التدين وإلى آخر. فعين في قرية، عين في قرية، وبعد أيام التعيين بفترة ليست طويلة حصل عندهم كسوف. يقول: فتفاجأت، جاءني أهل المنطقة وطرقوا علي الباب وقالوا: الآن فيه كسوف، وإمامنا مسافر عنده عمل وسافر ما هو موجود، والجماعة ينتظرونك في المسجد حتى نصلي. يقول: فحاولت أعتذر منهم، قال: أبدا، الناس كلهم الآن في المسجد فقط ينتظرون أن تأتي لتصلي به، ما فيه إلا أنت. فقلت: خلاص أنا أتيكم إن شاء الله. وأنا في نيتي، يقول كما أخبرني شخصيا بقصته، يقول: أنا في نيتي أن أذهب إليهم وأحاول أن أنظر واحد يعني متميز بتدينه وأقدمه، ألزمه بأن يتقدم. يقول: هذه نيتي. يقول: فأردت أيضا باب الاحتياط أن أنظر كيف تصلى صلاة الكسوف، أنا ماني مستحضر كيف صلاة الكسوف. يقول: فكتبي كلها في علوم الدنيا، ما عندي ولا كتاب واحد في الفقه ولا في الأحكام، وفي ذلك الوقت ما كان فيه الهاتف، وإلا الهاتف الآن قد يساعد الإنسان. توضأت ودخلت المسجد. يقول: لما دخلت المسجد قام الناس أجمعين قالوا: جاء الشيخ، جاء الشيخ، جاء الشيخ، جاء الشيخ. يقول: ووجدت نفسي كما يقال مكره أخاك لا بطل، مضطر أن أقف في المحراب وأصلي به، وأنا لا أدري كيف تصلى صلاة الكسوف. يقول: وقفت، استووا، اعتدلوا، استوى الناس واعتدلوا، قلت: الله أكبر، الله أكبر، كبرت 7 تكبيرات، ثم قمت الركعة الثانية وكبرت بعد تكبيرة القيام من الركوع من السجود 5 تكبيرات، وقرأت في الأولى سبح، في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، ثم قلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول: ولا فيه شايب خلفي مباشرة، قال: ما شاء الله عيد، ما شاء الله عيد، منتظرون صلاة كسوف وهذا صلى بهم العيد. ففي يقول شايب مسن كبير قال: ما شاء الله عيد. فالحاصل أن الفقه مهم، الفقه مهم جدا، ومثل هذه الغلطات يحصل مثلها وأشد. رويت هذه القصة مرة لبعض الطلاب، قال: مرة في قريتنا صلي على الجنازة بركوع وسجود. يقول: وضعوا الجنازة أمامهم وصلوا ركوع وسجود والجنازة أمامهم. فإذا جهل الدين تحصل مثل هذا الغرائب والعجائب. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا أجمعين سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.